إذا كان المصدر ناقص يبقى أنا ناقص. إذا كان المصدر ناقص يبقى أنا ناقص. السلام عليكم ورحمة الله. إزيكم يا جماعة، عاملين إيه؟ تحية طيبة لكل روح طيبة معانا. وقت ما تشوفوا الفيديو بقى شوفوه، معلش الفلتر دوت مشغلني، فانا معاكم يعني، المهم احنا شايفين بعض. خليني احكي كلمتين منطق قلبك فيهم هيستريح. خلاص، الأستاذة أشعيان الدين، ماشي، كلمة دين ايه وجه الشبه في الدين اللي احنا مش عاجبنا الخوف والعذاب فيه، ويا معانا يا عدونا انت، واخد بالك؟ وتقوس لو ما عملتهاش انت رايح في داهية، نازل ثقب اسود، ما يا كده يا كده، واكن انا نازل ناقص، واكن انا ونفس الاولياء منزلاني ناقص عشان اروح اعمل التنشيطات ديت اللي هي بتقول عليها مانيوال يدويا. يعني انا بنشط يدوي حاجة مش في وقتها. خلاص، وبقول معنى كده ان انا جسمي مفهوش الاكواد ديت على مر حيواتي اللي فاتت كلها، وعلى مر اللي كذا محمد موجودين دلوقتي، وفي كذا خط لاين، وفي كذا خط موجود معايا، وكأننا كلنا ما عندناش الاكواد دي. والاكواد دي خاصه بس بيهم هم، واللي مش عنده الاكواد دي مش هيتنشط او في غفله. ايه المنطق ده؟ ليه احنا نازلين دلوقتي؟ عشان ناخد تنشيط الارض اوتوماتيك. جسمنا هيستحمل الكلام دوت ولا مش هيستحمله بناء على اتساع وعينا وقدرتنا على التعامل مع الترددات. عارف انا بفكر في ايه، وعارف ان دي طاقة. كل ما بستخدم اللون الفلاني بناء على سؤالي للنفس العليا بيخش بيأكتف حسب الكابستي بتاعتك على قدرتك. خلاص، ربان مش محتاج تكنيك، ماشي، ومش محتاج طقوس. تك 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 تك، حتى لو كانت فري. يعني انا سيبنا التأييد لنروح لتأييد تاني، واخد بالك؟ واكن انا وانتم مش عارفين نعيش الا في وسط جماعه، واخد بالك؟ وانا في وسط الجماعه ديت، والمفروض اعمل تعهدات ان انا التزم و و و و و و و و ولائي ليها وولائي كذا وولائي كذا وولائي كذا. فين دماغي انا؟ فين الحريه؟ فين الهاير سيلف بتاعتي؟ فين الايمان ان احنا كلنا اسره واحده، انا وعائلتي، ونستطيع نساعد بعض؟ مجرد ان انا اوسع عقلي واطلب من نفس العليا اعلى اسبكت، اعلى جانب فينا من عائلتي بقى، في محمد اللي بصورته كويسه، وفي محمد اللي بيعرف يعالج الاموشن كويس. فانا لو سمحتي
اسمح لهم ان هم يتواصلوا معايا، فهنبقى هتلاقيني انا بتكلم، هتلاقيني بتكلم بفكرنا، مش محمد الايجو او محمد العقل الادنى. خلاص، معنى كده ان انا بسمح لاندماج اخواتي، مش اخواتي بقى او ماشي اخواتي، واسمح ان انا اسمع اشوف التصرفات هتكون ايموشنال ازاي، تنبيهات ايه، الهام ايه، انبياء ايه، بكل ده رسول من انفسنا. صح، واكن انا نازل ناقص عشان اروح اعمل التكنيكات دي. يعني ايه صحوه؟ يعني ايه اويكنج؟ معلش الفيديو ده مش هطول يا جماعه. يعني ايه اويكنج؟ يعني انا عندي فري ويل، عندي حريه الاختيار. امال ازاي انا هبني واقعي؟ انا هبني واقعي بناء على الجماعه ديت، بغض النظر بقى نيتها راحه فين، والاستقطاب الشديد دوت، والسريه التامه والكتمان التام، وكانهم بيعملوا مهمه فوق الخيال وانتحاريه. انا اعرف من الفطرة لو أنا ما اديتش انتباهي للشر والشيطان والخوف والكلام ده مش هيهاوب ناحيتي، لكن أنا لو سكنت في المنطقة دي لبسوني، دي الفطرة، علمونا اللي بيخاف من العفريت بيطلع له، فأنت إيه ظروفك؟ أنا بعت التمرينين على القناة في المنتدى، ايه رأيكم؟ ده مش مكتوب في اي حتة، ده مش مكتوب في اي حتة. اي نعم، انا عرفت ان في حاجة اسمها بلازما، وعرفت يعني ايه خطوط الوقت، وكلهم متزامنين، وازاي انا اقدر اتكلم معاهم ويتكلموا معايا ويبعتوا لي طاقة وابعت لهم طاقة، وازاي حتى الـ جسم الكريستال بتاعي اللي هو فيه اللي ماسك الاستراكشر دي كلها، البنيه دي كلها، الكريستالات دي كلها اللي ماسكه الكبد والامعاء، ومتشكله بشكل كلى، ومتشكله بشكل قلب، كل الكريستال ده وذراته هي اوتوماتيك بيتاكتف. فأنا مش نازل عشان أكتف حاجة تانية، أنا نازل عشان أستمتع وأجرب وأشوف الدروس بتاعتي. ما هو أنا بيدي أعيش الجنة وأعيش النار، فأنا ليه أمشي ورا الخط ده؟ ليه أمشي ورا يعني ورا الرواية دي؟ أحسن حاجة عملتها عشان دي إنها كشفت الكذب الكل. خلاص؟ بما فيهم نفسها. في حاجات حلوة؟ آه في حاجات حلوة. اللي يشوف فيديوهاتي زمان وإزاي أقدر أتخيل وأرجع لورا، إحنا عملنا كل الكلام ده. يعني إحنا عملنا القدرة على التصور، والقدرة على السؤال نفس العليا، وإيه كل ده قلناه، يعني مش حاجة غريبة علينا. ترتيب الترددات، ها؟ وأكون مش عارف إيه وقت إيه وقت إيه وقت إيه، أنت إيه؟ وليه جري؟ ليه جري؟ ليه جري؟ ليه؟ عشان ما أموتش مثلا وما في أسنشن؟
الاسنشال موجود كده كده. هنكمل يا جماعة دلوقتي، لكني انا ناقص حاجات. ما انت غريب، ما انت غريب. اذا كان المصدر ناقص يبقى انا ناقص. اذا كان المصدر ناقص يبقى انا ناقص. واذا كنت انا ناقص يبقى المصدر ناقص اوتوماتيك. اذا المصدر مش ناقص، اذا انا مش ناقص كده. بما ان اذا فما عليك الا ان تعتمد على المصدر، يعني اعتمد على نفسك. ونفسك عرفنا ان في عقل اللي قدامنا، الشخصيه اللي قدامنا، وفي عقل اعلى في قلب الشخصيه اللي قدامنا، وفي قلب اعلى، واخد بالك؟ وازاي ابقى صاحي للكلام ده كله الا اذا انا فهمت يعني ايه سمع وبصر وفؤاد، يعني ايه الهام، يعني ايه نبي، يعني ايه رسول من انفسكم، يعني ايه اقدر اكون واعي وصاحي. ما دنيش اعيد الكره. انت اصل انت نازل اوتوماتيك، انت لازم تعيد الكره. يعني انت الفكر الطبيعي انت اتوجدت في بيئه واحد، دينها اتنين، المعامله ثلاثه، اربعه صدمات، خلاص. فانت نفس القصه بتبتدي بس تخش في المراهقه عايز اهج من اللي انا فيه. حتى لو كان متاح ليك المال والسعاده والاختيار بتاع، برضو عايز تهج. انت اصلا متمرد، انت اصلا مش متمرد بطريقه وحشه، انت متمرد على الروتين. مهما كان ابوك وامك مريحينك وبتاع، انت عايز تمشي في ايه؟ ونقول على العيل مراهق وطايش وبتاع، بنروح تقول لك اكتشف نفسك. واحنا بنخاف عشان انا اتربينا كمان على الخوف، احسن يحصل له، احسن كذا، احسن كذا، احسن كذا، اذا حطينا احتمالات المصايب لولادنا. المهم يا جماعه، الفطره بتقول انت نازل تكتشف، تجرب، تكتسب خبره، تكتسب وعي بنفسك، مش بدين ولا جماعه ولا حد يقول لك انت تعمل ايه ولا ما تعملش ايه. انت عندك الكمال كله، انت انسان كامل. انت مضحوك عليك انك تتبع حد. من زمن بحكي بقول خليك نفسك. الحاجة اللي انا بقولها ومش جاية على قلبك، مش لا سيبك من الايجو ومعلوماتك اللي انت تعرفها، اللي مش جاية على قلبك، ها الشكرة اربعة دوت، اللون الاخضر الشافي، ما تعملش لأي حاجة. بمناسبة الاخر تمرينين، اخر تمرين دول اجيبها لك ازاي؟ ده اللي هيحصله بجد. فانا بعود جسمك على التردد والشكل دوت عشان الموضوع يعدي بسرعة. ما انا بعود جسمك على اللون الازرق، التطهير دوت، الموجة دوت، التيار دوت، ماشي؟ ده تطهير. انت تقدر، يعني ثق في نفسك، انت بطل. انت مش محتاج حد، انت مش محتاج حكومة ولا محتاج جيش يحميك، الكلام ده دينا بتاعي، ولا محتاج اي حد يحميك، ولا محتاج حد يقولك انت تعمل ايه ولا ما تعملش ايه.
كل قصة انك تفوق. الدايرة، دايرة الحرام اللي انا مش حرام بينها قلة ادب، لا، الدايرة اللي انا اتواجدت فيها، انت ده ما انت انتهيت منه من الحياة اللي فاتت، مش الحياة اللي فاتت، هو كله جنب بعض ماشي، وانت على مستوى عائلة الروح نازل تكتسب خبرة معينة بدرس معين. اصل انت ما يعني ايه واعي؟ يعني اطبق، اتعلم، عندي خبرة، عرفت اتعامل ازاي مع موقف الفلاني، لما يجي لي تاني عرفت في طريقة احسن، بنجرب طريقة احسن، فانت على طول مبدع. لكن لا اتبنى، خلاص لا اتبنى وعي جماعة ولا وعي حد. يعجبني اي نعم، يديني افكار جديدة اي نعم، لكن لا انقاد ليهم، عشان انا حر نفسي وانا مش ناقص. انت وانتي ثق في نفسك، ثق في نفسك لدرجة انك تصدقها وتثق في العملية وتجسد ما تريده وما تتخيله. فوق انا يعني اللي انا كنت انا فيه صدمة التاريخ، ما تاخد بالك، صدمة التاريخ، التاريخ نعم. انت فاكر يعني هم حكوا كل الحقيقة؟ واخد بالك، انا ما بقولش حد وحش وحد حلو، انا بقول متشكرين على المعلومة، متشكرين على المعلومة. انا عندي روحي، السبيريت بتاعي، الهاير سيلف بتاعتي اللي انا نازل منها، واللي هي انا، واللي عندي تجسسات كثيره في نفس الوقت، اللي هنا واللي تحت الارض، وكله بيعمل، وانت مش عارف ايه، وانت بالليل بتروح لاخوك الثاني تكلمه ويبقى في شفاء، او رحله فلانيه تنقذ حد، فانت على طول شغال، واصحى من النوم تعبان عشان انا كنت شغال بالليل، فالروح وجسمك ووعيك كان في حته فلانيه بيساعد، فانت بيكتسب البصمه دي وانت داخل تنام، فالجسم بيتهد هو التاني. المجهود ده عقبال ما جسمك ياكتف الترددات الجديده اللي خدها بالوعي في الرحله ديت، في السفر ده ماشي، محتاج وقت. زي ما انت لما بقول لك اتصور وتخيل، ده اسمه سفر، ده اسقاط، ده انت تسقط نفسك في جنة انت تريدها وتعيش وتتخيل انك بتلاقي نور يكلمك، يعني كائنات نور تكلمك، مش لازم يكون شكل انسان، نور 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 بألوان، نور ابيض وجواه الوان كتيرة، بينك وبتاع، عيش كلمه وقول لهم لو سمحتوا انا ما صدقت رؤيتكم، لو تعالوا ساعدوني، تعالوا ساعدوني. وتتخيل ان هم دخلوا فعلا، تثق في العملية، انت ثق في نفسك، ثق في نفسك، ولا تثق في اي حد تاني، ثق في نفسك. انت مش محتاجة حد، ولا انا حد، ده اسمه صحوة، awakening.
كتير كتير أنا ببعت طاقة للناس. الطاقة عارفة راح لمين، يعني لما يبقى في حد في التعليقات اسمه سندباد وتحية لي، أو مجيدة أو نور القطبي أو ديفاين، ماشي، كل الناس، أو الأمورة الطيبة اللي إن شاء الله تشفى على خير، مش عارف انتوا كاتبين اسماءكم بالانجليزي فانا مش متذكر صراحة يعني، وكلكم بلا استثناء، وام واس الصور ديت، يعني ثق في نفسك، ببعت لكم طاقة انا، ماشي، الطاقة عارفة راحت فين؟ انت فاكر ان هي انت عارفه بصمتك فين، اللي كاتب الكتابه ديت وبصمتك ديت وصورتك ديت، انت بصمتك موجوده زي بصمه ايدك، انت فين؟ فالطاقة عارفه، انت فاكر انها بتسافر المسافات دي؟ لا يا بابا، لا لا، مفيش مكان في كده، اوعى تفتكر انك هتسافر. معلش صوت الامور عهد، صوت الامور عهد، ف الطاقه توصل، ثق انها توصل، ثق في العمليه، ده اسمه امبادي، يعني تجسيد لما، وعيش على كده، وعيش ان انا مطر بنك بيغسل عظامي وبيغسل جسمي، مطر بنك، ولا لما اخش اخد شاور ولا في الحمام برضه اتصور ان ده مطر بنك وضوء بنك بيغسلني ويغسل بتاعه ده، ماشي، مش فايلوت زي اللي حواليا دلوقتي، بنك، بنك مايل، اي نعم للازرق شويه بس بنك، مطر يغسل عظامي ويغسل جسمي ويغسل، واشوف الضوء بتاع شكر 14 اللي هو الجولدن دوت، ها شكر 14، بلاش بلاش يعني، يجي يكنس كل اللي مش موجود، واللي مش موجود